في سابقة وإنجاز كبير للمسيرة الصحفية البحرينية، فازت مملكة البحرين بعضوية المجلس الدولي للتنوع الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك في انتخابات الكونغرس العالمي للاتحاد الدولي للصحفيين التي جرت ضمن أعمال المؤتمر العالمي 30 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي انطلق في الجمهورية التونسية. وفازت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد بهذا المقعد بجدارة في انتخابات أكبر المحافل الصحفية العالمية، ليعزز هذا الإنجاز خطوات مملكة البحرين في المحافل الصحفية الدولية. وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها مملكة البحرين ممثلة برئيسة جمعية الصحفيين البحرينية بالترشح لعضوية إحدى لجان الاتحاد الدولي، وهي لجنة الجندر. وبهذه المناسبة صرحت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية بأنها ترشحت لعضوية هذه اللجنة كأول إعلامية وصحفية بحرينية تشارك في هذه الانتخابات التي تعقد لانتخاب قيادات جديدة للاتحاد واللجنة التنفيذية للاتحاد. وأوضحت بأن المرأة البحرينية تواصل حصد النجاح تلو الآخر، وآخرها هذا الفوز بمقعد الجندر في انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي يأتي لحماية وحصانة المرأة الصحفية على مستوى العالم وصيانة حقوقها المهنية. وأضافت بأن مملكة البحرين من الدول السباقة في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة البحرينية وتعزيز دور المرأة في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مملكة البحرين بتبوئها مراكز قيادية في المملكة. واليوم تحصد المرأة البحرينية ثمار هذا الدعم اللامتناهي من قبل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بفوزها في المحافل المحلية والدولية.